لا اختار عقاب طبعا. طيب يلا اختار. ده الرز اسهل. لا ده هنا في مرمطه. مرمطه مرمطه. حبايبنا في كل مكان، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا لكل حبايبنا اللي بيضغطوا لايك للفيديو او بيخشوا الفيديو. تشجيع من النار، 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 تشجيع من النار. فكرة التحدي النهارده احنا قررناها وده الجزء الثاني، لكن هتتصعب المهمه وهتبقى فيها حاجات جديده جدا، لان طبعا معانا حاجات نيه ولازم تتاكل. يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما. بس طبعا مش شرط تتاكل، لان ممكن يختار ان هو يروح للبوله بتاعتنا اللي فيها عقابات، وطالما راح للبوله بتاعت العقابات لازم وحتما ولابد ينفذ العقاب اللي فيها، ما فيهاش رجعه. ربنا يستر. معانا اكل مستوي واكل ني، وهيسحب المنديل، واللي اتقطع عنده المنديل لازم ياكله. ده كان مستوي ولا ني؟ ان شاء الله ما تتغير. جاهزين؟ ان شاء الله انا كل اللي يستوي. جاهزين؟ جاهزين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كبير ولا صغير؟ انا لو لو انا وليكن مثلا منديلي اتقطع عند اكل ني، والاكله بالنسبه لي صعبه، واخترت ان انا اختار عقاب، اختار ورقه بالحظ، طلع لي اي عقاب وحابب ان انا ارجع لاكل ني عادي. لا ممنوع، طالما اخترت الورقه يبقى تنفذ اللي يطلع لك في الورقه. يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما، يا حسي السوداء يا اما. النهارده جايبين لكم تطبيق جميل جدا هيعجبكم، هو تطبيق اب لايف، تطبيق جميل حبايبنا. طبعا تطبيق اب لايف مميزاته ان هو تطبيق تواصل اجتماعي، محادثات فيديو، وكمان لايف ستريمر. تقدر من خلال التطبيق ده لو انت عندك موهبه غناء، رقص، اي حاجه تقدر تنميها من خلال التطبيق. زي ما انتم شايفين كده احنا فاتحين 100,000 بقوا 200,000، تقدر تحقق منه مشاهدات عاليه جدا، لان في التطبيق اكتر من 220 لايف ستريمر واكتر من 290 يوزر بيستخدموا التطبيق. وتقدر من خلال التطبيق ان انت تكون صداقات كتير من جميع انحاء العالم، لان التطبيق فيه اكتر من 150 دوله. وما تحملش هم اللغه، لان طبعا التطبيق فيه ترجمه فوريه في الحال، تقدر تترجم لك اي لغه في العالم. ومن خلال التطبيق تفتح لايف مباشر، تقدر تعمل تحديات مع اي شخص، وممكن تعمل صداقات مع اي شخص من اي دولة. كمان تقدر ان انت تحقق مكاسب كبيرة من التطبيق، لان وانت فاتح التطبيق بيجي لك هدايا كبيرة زي ما انت شايفين كده، الناس عمالة تبعت لنا هدايا. وانت تقدر برضو تبعت هدايا. التطبيق مش هيبقى فيه مجال للملل، لان التطبيق فيه العاب كتيرة، يعني مش هتحس بالملل النهائي. وعشان تحمل التطبيق هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، ويلا بينا ايه نكمل الفيديو بتاعنا. ابلاي. يلا هتبداوا من مين؟ من الصغير ولا الكبير؟ من الصغير. لا 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 خلاني الكبير. لا زي ما احنا لا من الكبير. 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 من الصغير. انا موقع على ان بنبدا من الكبير، يرفع ايده فوق اهو. أربعة احنا نكسب اهو، برفع ايدي ورجلي اهو، احنا أربعة نكسب. يبقى نبدا بإيناس. يلا يا إيناس. من الكبير. إيناس. واحد أربعة. أربعة وإيديهم أربعة هم. يا إيناس نركز. أول حاجة هنشيل الحاجات الزيادة اللي مش تبع التحدي، ولما نخلص هنحطها تاني عشان خاطر إيه؟ نبقى عارفين إحنا بنلعب على إيه. ماشي. اتفقنا؟ كده معاكي رز ني، ومعاكي رنجة، ومعاكي لحمة نية مفرومة، ومعاكي اللي هنا هنقوله بعدين، ولحمة، وهنا ورك الفرخة، وهناك اللحمة. طبعا الجوائز الكبيرة اللي هي في الآخر دي، تمام؟ جنب منها عقابات صعبة. يا رب انا وينا سامي اللاوي. ما دام هنا في طبق لحمة ناية يبقى كده. بس هنا في حاجة، هنا في حاجة، في خروف. لو حد اختار ياكل ناي ياكل قطمة زيها أكنها مستوية، مش مدفونة. ماشي عشان يبقى متفقين. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا يا ناس شد يا ناس. ربنا معاك. بالراحة يا نوس. أنا عارف إن أنتوا ما كنتوش شفتوا الحاجة كلها. بالراحة يا نوس، البنت هنا شكلها هتجيبها. بلا يوسف. ما تخضهاش يا حسن. استنى يا حسن سيبها. هتعمل إيه؟ يا سطر. لا ما تغلسش عليها. يا حسن ركز. وما جاش جنبها هي اللي خايفة. لا إيناس. 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 طلع لك ايه؟ احنا مع بعضينا صح؟ اكيد هنا في خروف.
يا بنتي بس دي اوعى تكون حاجه نيه. لا دي حاجه مستويه. حاجه مستويه شكلها كده حاجه خطار. الطاجن شكله ده مغري مغري. حمام يا بنتي ليه؟ يا بنتي لو الورك طالع بقول لها كليني. ايه ده؟ ايه العسل ده؟ البنت دي والنبي غطي بقى. يلا الدور على مين بعد كده؟ انجي. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ البنت عارفه ان انا بحب الفراخ. انجي مش انا اصغر مني طبعا. النوتيلا هنحطها هنا مكان اللي ايناس كسبته صح كده؟ يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا انجي ربنا يستر. ايناس اوعى تطلع اشطر مني. لا انجي 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 انجي. الله حي انجي جاي. الله حي انجي جاي. ايوه لا ده المناديل دي فيها سر. ايوه والله المناديل دي فيها سر. المناديل دي جامده. ايوه كراتيه كراتيه. هو فين الواد بيليه؟ ايوه شكله بياكل كراتيه. ايوه هتروح للنوتيل. الله هي عايزه النوتيل. الله 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 الله. المناديل دي شكلها جامده. عايز شكلها جامده جامده قوي كمان. محمود استنى احنا ممكن نزود الكاس. الكاس مش زايد ميه. ليه يعني؟ مش معنى الكاس مش عليا. بص هعمل لكم زعه هنا ابدا ولا ينقص حاجه ولا لا ما تخافش. طبعا هننزل الكارنفاليتا مكان النوتيلا. هو الشيخ هنا ولا ايه؟ هو في شيخ هنا؟ مش عارف. الحمام طعمه حلو قوي يا جدعان. ايه ده؟ يوسف 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 يا يستر. ايناس وانجي جابوها. المناديل بتاعتك انت عليه. انا السلطان. هو السلطان. هنشوف يا سلطان. ربنا يستر يا سلطان. هتيجي عند اللحم وتقف. يوسف 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 يوسف. تشجيع من نار 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 تشجيع من نار. قربت على الكرنفال. هو كله بيحب الحاجات اللي تقفل. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 المناديل دي شكلها جامد على فكره. صغير بس صغير. انت صغير. انت تزرق بسرعه ليه كده؟ انت العاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. تشجيع من نار تشجيع من نار تشجيع من نار تشجيع من نار. ربنا يستر. فينك يا ابو ابويا اللي كان الحاجه اللي كانت بتبقى محظوظه. ايوه ايوه بقى المناديل فيها شيخ بقى. ماشي اسحب اسحب يا ابني. المناديل دي جامده فيها شيخ. يطلع لك لحمه نيه يا حسن. يا رب ما تجريش بقى يا حسن. يا رب يطلع لك فراخ نيه يا حسن. يا رب يا رب يطلع لك فراخ نيه يا حسن. يا رب. ايوه شكله يعملها. ايوه ايوه. لا طب لحمه. لا 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 لا. انت حطيت دي هنا عشان تاخدها. وسع 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 يا عم الحاج. وسع يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ابن الليل. الله محظوظ على ريحه الفرخه. يا سرقه يا ريحه الفرخه. الله الله ادي حته بقى. الله 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 الله. شايفين الفرخه؟ الله اكبر. بص بص الله. ايه ده الفرخه دي معموله مندي؟ دي مش فرخه مش متحمره عليا. حلوه قوي. الله استنى 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 عشان نجيب تاني. الترابيزه مبلوله نمسحها. ماشي نمسحها. طعمها حلو قوي قوي بضمير بنبي. انت عندي ضمير بمسح لك الميه اهو عشان ما تقوليش تحف عليا. ماشي يلا امسكي يا حاج. ان شاء الله صحرا تقصري باذنك. لا. يا رب. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثه ابدا. يلا صحرا. لا يا وشي رز ولا تاخدي عقاب؟ تحبي تختاري ايه حضرتك؟ لا اختاري عقاب طبعا. طب يلا اختاري. ده الرز اسهل. لا ده هنا في مرمطه. مرمطه مرمطه. يا رب يطلع حاجه صعبه. استنوا في ورقه وقعت. هناخد الورقه اللي وقعت دي. يا رب استر. يا رب يا رب يطلع لك حاجه من اللي انا مش عايزها. استر يا الله. يا رب يطلع لها اللحمه. الحاسي طب انا ممكن الحاسي واكل الرز؟ لا طبعا خلاص.
يلا ورا بعد ورا مش هتحسب حاجه. واحد يلا يلا 3 4 5 6 7 8 9 10 طب واحد حلو سحب الفراوله ده احنا جايبين صابون الفراوله. يلا يا محمد اديله. ان شاء الله هكسب. ان شاء الله هتخسر. بص استنى هقول لك هتكسب. اصل مفيش اي حاجه اللي انت تكسبها وتبقى تاخدها الا غير هي دي. ما تحطش رجع مناديل يا تقريبا. الله 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 يا رب هتقطع عشان المنديل ماشي ايه زي السكينه في الحلقه. لا 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 وربنا لا شعب الطبق. لا والله لا شعب الطبق. والله رنجة. لا لا رز. طب مشاهد الناس. طب مشاهد الناس والله رنجة. رز. أيهما أقرب؟ والله أقرب. خد رنجة. يا محمود وقف قدام الطبق المهم إن الرنجة في الطبق. بذمتك صح فين؟ صح الحق أنا. أنا بصراحة بقول اللي هي رنجة. بص بص. هدي إنج. محمود. حنفت على الطبق. تعالى لي بقى انت كنت فرحان تقريبا هم عشان ضعاف فما بيشدوش البتاع قوي. حلو قوي الرنجه دي. ربنا يستر. ان شاء الله هتخسر. ان شاء الله هتخسر. ان شاء الله هيخسر. ان شاء الله هيخسر. اتضرب السكه بتاعه. اتضرب السكه بتاعه. يا رب عند الناس. بص 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 ما انا ما كنتش معنى ان عاجبه كده. نبله 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 نبله. اوعى اوعى اوعى. يلا. اتقطع بقى. شكله محظوظ شكله محظوظ. الله اكبر. المصريين يا امك. المصريين يا امك. المصريين يا امك. ده عمل لي في الصابون ازاي الحال. بس على فكره تهزوز الترابيزه. الفرخه الكر استنى يا جماعه استنوا 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 استنوا. ما هو ممكن برضه يختاروا يخترع عقاب. لا هاكل فراخ نيه. كل فراخ نيه. هتاكل فراخ نيه؟ انا عارف البلاوي اللي هي. يلا. مشكلة لو لحمة كانت سهلة. عطمة كبيرة يعني كل دبوس مثلا. اه مالناش فيه. انت في التحدي ممكن تاكل الورك ده على بوك. بس بابا دي مش مفيدة. دبوس. يلا ها. اختار ورقة وانا في حظي. بس هات الورقة. مش هينفع ترجع في العقاب. مش هينفع ترجع. خلاص اهو. يلا. انت هترجعه تاني؟ اه ما هو بيفضل. اعوذ بالله. ما هو العقاب الحاجات اللي هي بتفضل لحد ما الحلو كله يخلص. الفرخة كم؟ كم؟ يا مسهل الحال يا رب يا ترى هيطلع له ايه؟ يا رب يا مسهل يا رب. زغلطي يا زعر زغلطي يا زعر. براءة براءة شفتني فيا؟ لا استنى براءة مش محسوبة. أيه. ربنا انت اللي مطبق الورقة محسوبة. اهو الورقة كله زي بعض. لا مش محسوبة. لا والله لا 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 هو بالحظ هو هي طلعت الورقة كله نفس التطبيق اهو. كل نفس التطبيق بس ازاي خبره برا استنى هو ايش عامل الشاي من اللي هو طايق يلا بيدي هنعيد كل من الناس. يلا يا ناس يا رب تتصل يا رب الله بقى دي بتقولين بقى يا رب تتصل نبلة تريك سنة ذكية لا دي لا بس يا حسن هنعيد لها تقول يا حسن انا ما انا ما استاهل لا نشجعها عشان ما تحججش بينا. سو 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 بتعيط ليه يا سوسو؟ ماشي ماشي اسحبي اسحبي محظوظة يا بنت المحظوظة انا اديلك من الفرخة بتاعتي انا كده مش لازم بقى تفتحها محظوظة طلعت محظوظة سبتها طلعلك ايه؟ مش لازم تفتح ايه ده احنا لازم نفتح ايه؟ ما دي كفتة. لا بقى لا بقى هتديني حاجة؟ ايه العسل ده؟ والله العظيم البت دي عسل. يلا يا انا والله العظيم البت دي عسل. مين اللي بعده؟ انا انجي يوسف انجي انت اصغر مني يا يوسف؟ الله اكبر. يلا ما انت اصغر لي اليوم يا انت كبير؟ لا قضاء وقضاء ما تنسيش بقى خدي نوجة نوجة استنى استنى ده نسيت حاجة ما هو في بطاطس. في بطاطس؟ اه انا بحب البطاطس. البطاطس مكان هنا كده ماشي يلا يلا يا انجي خد اللحمه يا انجي ولا خد اي حاجه. خدي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله يا استاذ. ركزي يا انجي انت معاكي نوتيلا صح؟ لا لا اتكلي على الله. انا معاكي كرنبالين. ركزي يا انجي وانت هتجيبيها بقى صح؟ على فكره انت بتهوني الورقه. لا والله ابعدي اهو هديك جنب حاجه. ماشي ماشي ابعدوا يا جماعه عن السفره عشان هي بتقول لك بتهوني الورقه. ركزي يا انجي ركزي هدركه بركه مين هدركه بركه؟ هدركه بركه ده شكل هندي.
ركزي يا انجي وهتجيب. انت عايزه الموز ولا الشيبسي؟ لا عايزه اللحمه. عايزه الموز؟ لحمه. اه ماشي، هي عايزه الموز. ركزي. انجي 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 انجي، ربنا يستر. قربتي يا انجي، قربتي يا انجي. ايوه على فكره كده، لو هي خدت الموز وحد خد الشيبسي يبقى كده التحدي كده خلص. اه مش هيبقى في حاجه تاني. ايوه خلاص اهو، خلاص اهو، خلاص اهو. يلا يا حسن، يلا يوسف. يوسف اللي عليه الكروب. امسك البلدين. بص بقى استنى، هنفرق دول عن بعض كده عشان نصعب التحدي. حط لي الموز في اخر حاجه. صعب التحدي، حط الموز اخر حاجه. صح كده، يلا. الله ينور. لو يوسف، لو يوسف ما جابش الموز الدور هيجي عليا. خليك هنا، الناس تبقى صعبه. يعني ما نضرب كوبايه ميه على الله كده. لا هي كوبايه زي ما هي، كوبايه زي ما هي، محدش هيملى حاجه. يلا يا عم، يلا يا عم. انت كده كده هتروح للحمه او الفراخ. بس انا معمول التعويذه اللي بيعملها لنا بقى. يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله هيخسر، ان شاء الله هيخسر، ان شاء الله هيخسر، ان شاء الله هيخسر. المناديل، بص المناديل دي جاهزه. استهدي بالله ما انت على اللحمه. اختار يا حبيبي، اختار. رب يطلع لك الفريخ. اعمل زي سمي الله ومد ايدك، هتلاقي نفسك ما طلعلكش حاجه. خلاص خلاص. طب ليه جبت واحده؟ جبت واحده. ماسكاو ماسكاو. وحط لي كوبايه ميه جنبي عشان لما اعوز اشرب. طب يلا خد يا عم. تعالى بس الايس كاب، اظبط الايس، الايس كاب كده. ايوه روق على نفسك. ياه لو اي حاجه تدلقي جود. انت اعمل لنفسك. هو انا ساقع ايدي ولا ايه؟ لا انا مجنون. لا لا اعملوا لي ساقع عشان ما يتعودش. استنى انا اخف. تعالى يا يوسف. ده الماسك برضه مفيد للبشره. الله محظوظ. مش فاهم انا في كده. المشكله اللي هو ساقع. المشكله ان انا هخش اغسل وشي. هو انا ينفع اخد العقاب ده مكان يوسف؟ لا خلاص بقى عشان بينقط بينقط. يا لهوي. ايوه التيشيرت كله باظ. لا لا انت بتخنق نفسك؟ ورينا كده يا يوسف. عايز اتأمر. لسه لسه. لا يا معلم. لا خلاص خلاص. حلو كده، حلو كده. مين اللي بعده؟ مين؟ حسن. اقدر اقدر اغسل وشي ولا لا؟ لا خلاص يبقى نكمل الفيديو. حسن ان شاء الله هيخسر. يا رب النبي حسن هدى عشان قولوا معايا. الله حي الموز جاي. الله حي الموز جاي. يلا اتقطع. ما تحركش، ملناش دعوه. لسه ملناش دعوه. الرز ما تحركش. هو كده كان في ميه هنا. لا ما كانش في ميه. والله والله ما انا ماشي. انا والله ما اتحركش. لا 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 ما اتحركش. انا ملناش صراحه. لا 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 انا ملناش. انا عايزه يخسر. بس في نفس الوقت يقول زي بتاعته. والله ما كان في حاجه ناشفه. لا 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 قول الحق. والله كنت منشف. لا 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 مش منشف. حلو بتاعكم. قول الحق. انا بقول. طب ارجع ورا، انت رايح قدام ليه؟ انا بقول اللي يرضي ربنا. يا محمود بقول لك، واذا حكمتم بين الناس. اكيد انت عايز حاجه من العزب. احنا كلنا عايزين اللي حسن يجيب الموز عشان نجيب ده هنا. هو لا لا زي ما هو ان شاء الله هيخسر. بس هيخسر بما يرضي الله. احنا مش عايزين نخم. هيخسر بما يرضي الله. يا رب هيخسر. بما ما ينفعش. بتعب وشقاء. بص هنا كده. هو بدأ طالع. لا 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 طالع فين يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طالع ايه من الصاروخ؟ الله حي الموز جاي. الله حي الموز جاي. عبدل وادينه. اطلع بقى. انا كنت، انا كان هيديك والله. انتوا كنتوا مين مع بعض؟ صباع 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 وبكده يا حبايبنا يبقى الفيديو بتاعنا خلص. بس ما تنسوش التطبيق اللي قلتلكوا عليه في اول الفيديو. هو تطبيق اب لايف، تطبيق جميل وزي ما قلتلكوا فيه مميزات كتير هتعرفوها لما تحملوه. وعشان تحملوا التطبيق هتلاقوا اللينك فين؟ في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. ونشوفكم على خير ومع السلامه.